السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Why do you think we need this course؟ ليش هذا الكورس بالنسبة لنا إحنا مهم؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. الله يعطيكم العافية يا ربي. ريكوردينج شغال. يلا احنا كنا نستمع بالمتصير 4 بالضبط حتى يكون في اكبر قدر ممكن من الناس يكونوا حاضرين وموجودين معنا. الله يعطيكم العافية. كيف الحال؟ امبارح للأسف ما عرقت في الأزمة فقدرناش نمشي البلان تاعنا. اما احنا بنخليها ان شاء الله على نفس الموعد تاعنا يوم الأربعاء بس بنأخرها شوية ساعة للاحتياط. يعني احنا حكينا انه بتكون من خمسة هون تكون السبت للسبعة. يعني نحن عندي محاضرة الإدارة بتخلص في أيام رمضان الساعة 3، فهي يعني ممكن نبدأ الساعة 4:30 مش 4، يعني خليها من 4:30 لـ5. تمام. اللي موجودين بتقدروا تركزوا معانا هيك نعملنا لعبة أكتيفيتي ما إنه إحنا راح نأخذ حضور غياب اليوم. في حد عنده سؤال عن الأشياء اللي كنا نتناقش فيها قبل، الأشياء اللي انشرحت في الكورس؟ لا دكتور كله تمام. طيب أبتز هاي مريم معنا. هلا بدنا نعمل هيك اكتيفيتي واللي بيفوز بأخذ علامة. فمين حاب يشارك؟ كنتوا 3 الموجودين عند البين، مريم وآية وخالد. الاكتيفيتي حيكون حنسأل كل واحد سؤال واللي بيجيب عدد أكبر من الصحيح. طيب بس ما حدا يجاوب إلا لما يرفع إيده عشان نسجل له إياها إنه جاوبها صح أو خطأ. موافقين؟ ماشي خالد. طيب يلا نبدأ النشاط تاعنا. let's play. ما ننسىش حد عنده سؤال. أتمنى أنكم تكونوا حضرتوا المحاضرات السابقة كلياتها. تكون هيك أحسن إشي صح؟ طيب شايفين الشاشة هلا؟ دكتور تمام. طيب يلا هلا بدنا نبدأ، بس زي ما حكينا ما حدا يجاوب إلا لما يحكي. السؤال الأول بيحكي الحج أحمد، طبعاً أنت بتعرف الحج أحمد صح؟ في الهيلث إدوكيشن حيضل معنا الحج أحمد. الحج أحمد اللي هو 78 years old admitted to the unit you are working in asked you why we need health education in the nursing system. I think patients need nurses to give medication and provide nursing care. What is the best response for this concern؟ شو أحسن جواب نقدر نرده على هذه الحالة؟ ومعكم 30 ثانية بدأت من الآن. وين التايم؟ بس نحط التايم. تمام معكم 30 ثانية بدأت من الآن، واللي عنده الجواب بس يرفع إيده عشان نشوف مين اللي جاوب. بحكم أنتم 3 بس. طيب مريم رفعت إيدها. مريم ماشي حطهم بس. تفضل يا مريم. دكتور بي. طيب الجواب اللي جاوبته مريم كان بي health education teach patient how to take care of themselves. ماشي مريم. في حتى تاني عنده جواب تاني غير بي؟ ما في حدا بيجاوب. والجواب الصحيح هو A. الهيلث education مريم بيساعد صح الناس، حلبنا الجواب الصح، لكن مش بس to take care of themselves، وإنما كمان ممكن يغير النوليدج أو البيليفز أو الاتيتيود أو الكومبيتنسز. فالهيلث education is part of nursing care or is a part from nursing care. ليش؟ هذه إلها دخل إنه هون الحج أحمد لما سأل السؤال هذا كان مفكر إنه النيرسز بس هاي شغله صح؟ و providing nursing care. إحنا بس جوابنا كان the best answer عليها إنه هي part من nursing care. إذا ما حدا جاوب هذا السؤال. نروح للسؤال التالي. Aging is an education antecedent. يعني الaging بيؤدي للeducation كantecedent كمقدمة، يعني support و motivate لما يكون في عندي aging population.
The need for health education and healthcare. هذه العبارة. هذه العبارة. That's true. As more aging population means the patient will be more mature and dependable on themselves. B. That's false. That's false. As more aging population means the patient will be more mature and dependable on themselves. So there is no need for any efforts as they can take care. No need for efforts. هذه العبارة خاطئة. C. I think aging. I think aging population means there is more prevalence of chronic illness. خيار D. Aging. برضو هذا ليش طالع هذا الأوتوفيكس مشكلة. Aging population means there is more need to keep track of health behaviors and keep a healthy style, which requires more efforts in health education. ومعكم 30 ثانية مين حاب يجاوب؟ خالد رفع ايده. طيب تفضل يا خالد. دكتور الخيار الأخير. Aging population means there is more need to keep track of health behaviors and keep a healthy style which required more efforts in health education. هذا هو جوابك يا خالد؟ نعم دكتور. طيب في حدا تاني عنده جواب غير جواب خالد غير دي؟ تمام والجواب الصحيح هو دي. فخالد هاي عندك أول وحدة صح. Aging population سؤال بحكي إنه كل ما زادت أعمار الناس كل ما صرنا في المستشفيات بحاجة أكثر health education. ماشي؟ بدنا نعلق على هذه العبارة. أي من هذه العبارات صحيحة؟ الأولى بتحكي إنه هذا صح لأنه more aging population mean the patient will be more mature يعني لأنه راح يكونوا أكثر ناضجين وبيعتمدوا على أنفسهم. هو صح العبارة بس مش هذا السبب. بالتالي هذه العبارة هذه تستثنى. هذه false تستثنى من الأول. I think aging population means there is more prevalence of chronic illness. شو بعدين يعني لا صح لما يكون في aging بيصير في more prevalence of chronic illness بس إيش؟ فالعبارة الأخيرة هي العبارة الصحيحة. طيب السؤال الثالث. The purpose of health education is support the nursing team, support the hospitals, support patient for more self-management, support patient for more self-satisfaction. ومعكم 30 ثانية. السؤال مش مبين على ال... The purpose of health education is support the nursing team, support the hospitals, support patient for more self-management, support patients for more self-satisfaction. أنا عندي بس مين اللي رفع إيدهم؟ طيب هلا استنى أنا مش مبين عندي الهادي. طيب شيماء طيب شيماء رفعت قبل صح؟ شيماء تفضلي. شيماء دكتور بتوقع سي لأنه بحاجة إدارة أكثر للمريض. support patient طبعا أنتوا ما بتشوفوش الشاشة هلا صح؟ نرجع الشاشة بس. هيك شايفين الشاشة صح؟ هيك تمام هيك واضح تمام. تمام اذا شيماء بتحكي الجواب هو سي. في حدا تاني عنده غير شيماء جواب؟ اللي عنده غير سي مريم تفضلي. مريم لا دكتور كنت حاحكي سي. كمان اذا سي والجواب الصحيح هو سي والعلامه هيك بتروح لشيماء. طيب اذا احنا عندنا هلا خالد نقطه وشيماء نقطه. ماشي نزلي ايدك يا شيماء نزلي ال كان راح السؤال الثاني. تمام
طيب السؤال اللي وراء, What is interprofessional education? A. It's when nurses and other nurses teach one or more patients. B. This is when nurses and other healthcare professionals teach patients. It's when doctors teach patients. It's when doctors teach nurses. It's when a nurse and doctor teach patients. So معكم 30 ثانية واللي يقدر يجاوب يرفع ايده. ماشي يا خالد, في شغلك رفيد. تفضل يا خالد. الخيار بي دكتور. خيار بي. This is when nurses and other healthcare professionals teach patient. والجواب الصح هو بي. والنقطة هاي كمان بتروح لخالد. زائد واحد. مفهوم السؤال صح؟ في حد عنده استفسار عن السؤال؟ أصلا السؤال يكون مفهوم يعني. جواب الصح, this is when nurses and other health professionals teach ill patients. طيب السؤال اللي وراه, one of the following is not obstacles for learning. It's not obstacle for nursing, for learning that one. It's not an obstacle for learning. A. No purpose of the learning. B. تذكر احنا مخدنا الobstacles, معيقات التعليم. No time for the learning. More stress from illness. Extended need for the behavioral change. معكم 30 ثانية. طيب رافعين ايديهم ثلاثة تقريبا رفعوا بنفس الوقت. محمد أعطيني جوابك يا محمد. جواب رقم واحد. A B C D. A A. A. طيب وآية شو جوابك يا آية؟ جواب دي دكتور. الجواب عند آية دي. وعند رغد, تفضل يا رغد. دي دكتور. دي. نسأل نطلع على الجواب مرة ثانية. One of the following is not an obstacle. يعني ليس عائق. A. No purpose for the learning. B. No time for the learning. C. More stress from the illness. D. Extended need for the behavioral change. والجواب الصحيح هو A. فالنقطة بتروح لمحمد. مشكور دكتور. لا ما هي لعبة. انت تجاوب صح. طيب نزلوا ايديكم لو سمحتوا بس عشان نروح السؤال اللي بعدين. محمد رغد. طيب السؤال اللي وراء, in this way حج احمد demonstrates autonomy in healthcare. احنا في المحاضره اللي تحملت فيديو, في حدا فيكم ما حضرها؟ اتمنى ان الكل يكون حضرها. انا حطيتهم بلينك بلاي ليست على اليوتيوب حتى تسهل عليكم الموضوع, بس اخر محاضرتين نزلوا, اخر يعني اخر مرتين نزلوا كانوا على الاخلاقيات, على الإثيكس. ففي حدا ما حضر محاضره الاخلاقيات؟ للاسف انا دكتور ما حضرت اخر محاضره. خالد طيب يلا بس يعني حاول انك تجاوب السؤال هذا قد ما يعني قد ما تقدر, وانت اصلا يا خالد المتصدر لهلا ف يعني عشان. طيب نشوف السؤال. ماشي مريم رفعت إيدها واحدة بس. طب نقرأ السؤال. طيب يا مريم, in this way حج أحمد demonstrates autonomy in healthcare. A. حج أحمد described عفوا he decides. هاي decides. حج أحمد decides to fast Ramadan with his kids in Saudi due to his sickness. B. حج أحمد decide or choose to go to Umrah with his kids. C. حج أحمد decide not to fast during Ramadan due to his sickness. D. All are examples of autonomy for حج أحمد in healthcare. طبعا عشان برضو بتخبطوا عشان نحكي عن autonomy في healthcare يعني مش الاستقلالية بشكل عام. فتفضل مين حاب يجاوب؟
دكتور A. طيب انت مين اللي حكى هلا؟ هذا محمد مريم. بس مريم ماشي. محمد في حدا تاني كمان بده يجاوب؟ طيب مريم جاوبت A إنه حج أحمد decide to fast رمضان with his kids in Saudi due to his sickness. محمد شو جوابك كان؟ إيه نفس الإشي كان. كان نفس الإشي. طيب نرجع مرة تانية على السؤال، أنا عارف من حضرت الأخلاقيات شوية معجبة. إحنا بنحكي هون على الـ health care، على الـ autonomy، الاستقلالية في الـ health care. معناته إحنا بنحكي على شغلة إلها دخل بالـ health care، تمام؟ هلأ في الأولى حج أحمد decide to fast رمضان، هلأ هذه الجزء الأول فيها عادي، ما كل سنة بيصوم 78 سنة بيصوم رمضان with his kids، اللهم أنه سافر على السعودية، بس هذا كل التغير اللي صار. فبالنسبة إليك هو قال لك عشان مرضي بدي يكون معاه حدا، بس ما بيّنت عندي أنا هون السبب اللي خلاه يتخذ القرار، فهذه not healthcare decision، يعني ما في شيء out of normal، ضلت within the normal limits، صح؟ هو أصلا بيصوم والتغير اللي صار، هو ممكن يكون كل سنة بيروح عند أولاده على السعودية. الثاني كمان حيروح يعمل عمرة مع أولاده، فما فيها أي هيلث كير إشو. التشينج اللي صار اللي أخذ فيها ديمونستريت أو براكتسينج الأتونومي كان الخيار سي، إنه قرر إنه ما يصوم عشان السيكنستات، تمام؟ فالجواب الصحيح هون بيكون سي على الأتونومي، إنه عمل إشي جديد، عمل أخذ استقلاليته ومارس استقلاليته بشكل غير الوضع الطبيعي. يعني لما نيجي نحكي إحنا هلأ إنه كل واحد فيكم عنده استقلالية إنه يروح يفطر عند أذان المغرب، فليش دخل الهيلث كير؟ ليش دخل الهيلث كير في موضوع هذا؟ لأنه هذا النورم، هذا الوضع الطبيعي. لكن واحد أخذ استقلاليته قال أنا ما بدي أفطر عند أذان المغرب لأنه إذا افترق ممكن يصير معي استفراغ، فهو سبب إنه ما بده يأكل هلا إنه عشان ما يسمع، فهذا الهيلث كير اللي طلعوا من النور. وضحت عندكم؟ وضحت ولا ممكن بعد؟ وضحت تمام، وضحت هلا. أوكي طيب نكمل اللعبة تاعتنا، جاهزين نكمل؟ جاهزين إن شاء الله. السؤال اللي وراء non-maleficence mean A do less harm B do moderate harm C do mild harm D do no harm. مين حاب يجاوب؟ الله أكبر. طيب عندي غيث، مريم، إيماء، آية، محمد، مين كمان؟ مين حاب يجاوب كمان؟ طيب نبدأ. غيث محمد بطاح. محمد بطاح بدك تجاوب؟ محمد بطاح. طيب زي ما بدك. لا مش زي ما بدي، أنت أرفع إيدك بدك تجاوب. مش زي ما بدي، أنا ما بدي إياك دائما الجواب. طيب محمد، غيث نبدأ مع أول أحد رفع إيده. غيث إيش جوابك يا غيث؟ بي دكتور. غيث جاوب بي. مريم دي دكتور دونو هار. دي دونو هار. شيماء أو شيماء دي دكتور. دي. آية إيه دولس هار. ومحمد البطاح، محمد ايش جوابك؟ ترفع ايدك تمام وتقدر تجاوب. طيب خالد تفضل يا خالد. دكتور دي. دي والجواب الصحيح هو دي. فهيك مريم تاخذ نقطة، وشيماء تأخذ نقطة، وخالد تأخذ نقطة. طيب هاي خالد زائد واحد، شيماء صارت زائد واحد، محمد بطاع واحد، آية أخذت نقطة. طيب نزلوا إيديكم عشان نروح السؤال الأخير.
justice means A, care for more sick patients first, B, refer the less sick patients to ER, C, make education by using social media, D, fair distribution for the good services. ومعكم 30 ثانية تبدأوا. خالد في مريم. نعم تفضل يلا نبدأ الآن. غيث إيش يا غيث جوابك؟ دي دكتور برضه. جوابك كان مرة ثانية دي. Fair distribution of good service. هاي يعني دي صح؟ yes. okay. هاي غيث جواب دي. ومريم دي دكتور دي كمان اها دي مريم كمان جاوبت دي. خالد جواب دي دي كمان دي. خالد جواب دي. طيب قيماء دي دكتور شيماء دي. وغير دكتور جاوبت انا اول واحد. جاوب صح غيث دي مضبوط. واحد اثنين في كمان واحد لازم رافع ايده بس مش مبين عندي دكتور انا. ايه بس ايه انت ما جاوبتي لسه. لا لسه جوابي هو دي. دي طيب شو الجواب الصحيح هو دي كلامكم صحيح. Fair distribution for the good services. تمام وهذه من أخلاقيات الهيلث كير. بالتالي خالد بيصير كمان نقطة بيصير 4 نقاط. شيماء كمان نقطة بيصير 3 نقاط. والحمد لله بتحضر نقطة. صار نقطتين. ومريم كمان صار نقطة. هلا هيك بفوز في المسابقة خالد. خالد بأخذ العلامة كاملة وشيماء بتأخذ 75% وآية ومريم كل واحدة بتأخذ نص علامة. بس تعطوني ثواني أسجلهم. شيماء هي شيماء حسام العلول صحيح؟ صحيح دكتور. مريم محمد سعيد. دكتور. طيب خالد علي الصورة دي. خالد شيماء آية محمد أحمد الفارس. دكتور. طيب الله يعطيكم العافية. هو بس هذه كمان هيك من الأكتيفيتيز والإكسرسايزز اللي بنعملها أثناء ما يعني يكون معنا الكورس. بس شوية مراجعة على التشابترز أو لما ننهي الوحدة تاعتها. إحنا الآن خلصنا وحدتين أو 2 chapters بس توزعوا على أكثر من فيديو أكثر من كليب. وهذه زي مراجعة هيك بس حتى تفهموا كيف الآلية اللي ممكن تيجي فيها الأسئلة وبنفس الوقت كمان يكون جزء من الإكسرسايز والتمارين. في حد رفع إيده عندي أنا مبين؟ في حد عنده سؤال أو استفسار عن محاضرة الإثكس ومحاضرة الإنترودكشن والنيدز تاعت الهيلث إدوكيشن؟
بدنا شوي نسوي دردشة عليهم. احنا ايش اللي حكيناه، ايش اللي وصلناه الى الان في هذا الموضوع؟ احنا عرفنا انه في عندي انا شخصية افتراضية حكينا فيها اللي اسمها شخصية الحاج احمد، وانه الحاج احمد هذا من كاكزامبل او مثال احنا بنلاقيه في الهيلث كير، بيحتاج الى education وبيحتاج الى support وبيحتاج لكثير اشياء. احنا بدنا نوصل لطريقة معينة إنه أنا أعرف أوظف المعرفة اللي عندي موجودة بإني أنا أعرف أعلمه أو أغير البيهيفير تاعه، وهذا التغيير أو هذا الإفورت اللي أنا راح أعمله اسمه Health Education. تعرفنا إحنا في المحاضرة الأولى عن Health Education، عن الحاجة للHealth Education، عن المعيقات اللي ممكن تسبب الHealth Education، وبعديها انتقلنا للمصطلح الثاني اللي هو الأخلاقيات تاعت الHealth Education اللي هو الشابتر الثاني. حكينا في الاخلاقيات، انا بعرف حضرت الاخلاقيات شويه ممكن تكون شويه مربكه، لكنها ان شاء الله انها انتم قادرين انكم تستوعبوا فيها، انه انا في عندي موازنات بدي اخذها انا في موضوع الاخلاقيات. يعني لما انا اروح احكي لمريض مثلا انه انت لازم، خلينا نفتح البرزنتيشن الايثكس ليرنينج ثيوريز الايثكس، لما اروح احكي لمريض مثلا انت لازم توقف تدخين، هل من الاخلاقي انا انه انا أضربه مثلاً عشان أوقف تدخين؟ طب هو هذا منطقي يعني؟ أنا طيب بلاش ليش نحكي عن هذا؟ رحنا إحنا على مريض وكان المريض بيحكي لنا إنه أنا ما بدي، يعني أنا مش موافق على فكرة إنه أنت تجيني وتحكي لي إنه أنا أخذ الدواء، أنا ما بدي أخذ الدواء. هل يحق للمريض رفض العلاج؟ صح؟ شو رأيكم أنت؟ صح؟ يعني من القضايا اللي أنت راح تواجهوها. أنا أرى إنه طيب أنا ما بدي مريض كونسيرن إلي إنه يعمل العملية. مثلاً أجانا والد طفل وهو يرى إنه ابنه، إحنا شايفين مثلاً إنه ابنه مشخص إنه معاه أبنديسايتس. بالتالي من ناحية هيلث كير هذا المريض يحتاج عملية أبندكتوم، لازم نروح نشله الزايدة، صح؟ لكن والده رفض، طفل هذا طفل جاهل، والده رفض إنه نشله نسوي العملية. أنا الآن إيش دوري رح يكون في هذا الموضوع؟ أولاً هل من الأخلاقي إني أنا أعمل العملية غصب عن أبوه ولا لا؟ طب هل من الأخلاقي إن أنا أوقف ما أعمل إشي؟ طيب في عنا تحدي تاني مر علينا كلياتنا أثناء أزمة الكوفيد، أنا ما بدي أخذ المطعوم، هو المطعوم ضروري ومهم بس أنا ما بدي أخذه، هل من الأخلاقي إن أنا أجبر الناس على هذه من الأشياء الكونفليكتس اللي موجودة في الهيلث كير، إنه الموضوع بيحتاج منا إن إحنا نوقف ونعرف ما هي الإثكس. وقفنا هون، والله أعطيكم العافية، أنا كثير استمتعت وأنا بقرأ الخطابات تاعتكم الإجابات تاعتكم الردود، إنه هل الأخلاق أفعال ولا صفات؟ يعني هل الكريم هو behavior تاعه إنه هو كريم وبروح بوزع أكل مثلا هلأ على قبل الإفطار بلاقي في ناس بوزع أكل، هل هذا الكرم behavior؟ أنا شايفه behavior، ولا هي إشي من الداخل ينبع من الداخل فيها، فهي صفة تتمثل في البيهيفير. لقيت يعني كثير إجابات كانت جميلة في هذا الموضوع، وحبينا إحنا نوقف فيها ونحكي فيها بشكل أكثر. إنه إحنا في عنا زي ما حكينا حاجة لتعريف الإثكس، حاجة لتعريف الإثكس بالهيلث كير وبالإدوكيشن. يعني أنا عندي هون في المادة اللي أنا بدرسها هلأ هي تتكون من كلمتين مع بعض، هي هيلث وإدوكيشن مع بعض، والإثكس تؤثر بالتنتين وكل واحدة فيهم بتأثر بالطريقة. فمثلاً أنا لما أجي أحكي على الكواليتي أوف لايف تاعت المريض، مثلاً على المريض اللي هو بأخذ حبوب سكر، يعني دايابيتك، هي دايابيتك، وحكيت لكم على المثال اللي صار معي أنا شخصياً لما تعاملت أو شفت التعامل كان مع مريض لازم يلبس الحذاء والشوز تاع الإثكس تاع العفو تاع القدم السكري بين مرحلتين مختلفتين. إحنا لما نتعامل مع الناس
مع المرضى نتعامل بفكرة إنه أنا لما أحكي فأنت بتسمع. إحنا أصلا بالكلتشر تاعتنا هذه هيك موجودة، مش أنا حكيت فالناس تظن إنه أنت لما حكيت أنت استجبت. هذا تماما مثلا بيصير بالحياة الأكاديمية، عدد من المدرسين أو عدد من الدكاترة مثلا في الجامعات يظن إنه أنا لما أحكي الطالب راح ينفذ، فبالتالي أنا خلصت مسؤوليتي هون. طيب هلأ بالنسبة للمريض، هل خلصت مسؤوليتك هون ولا لا؟ لما أنت خبرته إنه لازم مثلا يلتزم بالدواء، هذه كلها من الأشياء الأخلاقيات الصحية. حكينا على القصيدة المشهورة اللي هي، لأن إحنا السلاح اللي معنا هو الكلمة، فحكينا على يعني قصيدة، طبعا هي قصيدة جدا مشهورة وجدا جميلة اللي هي أتعرف معنى الكلمة، وأتمنى منكم حتى إنه الواحد يقرأها ويستمتع فيها، لأنه أحيانا ورح نيجي عليها إن شاء الله بالسكشن الثاني اللي هو في الليرنينج، طريقة توصيل المعلومة لها دور كبير بالالتزام. كلنا بنتذكر إنه أنت ممكن تحب مادة في المدرسة أو في الجامعة بس لأنك أنت انبسطت على الدكتور أو الدكتورة، بس على الطريقة اللي هو بيقدم فيها المعلومة، وإن كانت المعلومة هذه تف، وممكن تكون أنت بتحب المادة بس طريقة تقديمها كانت لك سيئة. هذه الموضوع موضوع أخلاقي أصلاً، يعني تحليك أنت في أخلاق الطيبة أو أخلاق الصدق وأخلاق العدالة في عملك كنيرس بحد ذاته حيشكل موتيفيشن عند المريض لقدام عشان يشكل فيها الالتزام تاعه. أنا ما بدي أعيد المحاضرة، هو الأصل كانت إنه اليوم إحنا لقائنا يكون ديسكشن عام عن المحاضرة. أتمنى إنكم أنتم بترجعوا تحضروها مرة تانية الإثكس، لأنه راح نكمل عليها إن شاء الله ابتداء الأسبوع القادم، حندخل بشابتر جديد. أنا بس هلأ لأنه الوقت ومش حناخد إحنا الآن حضور الصراف، فهنحاول ندردش فيها من ناحية الإثكس في الهيلث كير عموماً والإثكس في الإدوكيشن. تمام؟ الآن النقطة عشان تعرفوا إنه إحنا ما حنيجي على حفظ، أنا ما بدي إياكم تحفظوا، أنا بدي إياك تفهم، أنا بدي إياك تقدر تمارس وتربط. حكينا عن الأهداف تاعت المادة، أنا بدي إياك إنتجريت الإنفورميشن اللي عندك على أرض الواقع وكيف كنا نطبقها وكذا. فلو أجينا إحنا نحكي على الكرنت سيتويشن تاعت الحج أحمد، شو البرنسبلز الأساسية اللي راح تكون موجودة معكم فيما يتعلق بموضوع الحج أحمد وطريقة التعامل معها؟ هلأ في كليب تاني نزل اللي هي الحلقة الثانية من الحج أحمد اللي هو لما راح على العيادة، تبين إنه الآن الموقف اللي أمامنا صار بالشكل التالي. في حدا فيكم حضر الكليب الثاني تاع الحج أحمد اللي هو حج أحمد العيادة؟ ولا أحطه هون؟ طيب خلينا أحطه العاد. حج أحمد لازم يكون نزل يا مبارح يا اليوم، ونزل برضو كمان على اليوتيوب الحج أحمد في عيادة اسمه تفسير حج أحمد في العيادة، هو قصير مو طويل. بعد الصوت بدي تضمنوا لي إنه الصوت مزبوط. بس احكوا لي إذا الصوت مسموع ولا لا. تفضل تفضل. أين مركز شو معنا؟ وين مركز الرعاية الأخبار؟ تفضل، إيش بدك؟ شو أحكي لك؟ شو محتاج؟ وين تحكي معي هيك؟ إذا أنا شو حكيت؟ بقول لك شو مالك؟ ها؟ ليش تحكي معي هيك؟ يا عمو أنا شو حكيت لك؟ أخي حسبي الله عليك، حسبي الله عليك، حسبي الله عليك. تعامل مع أحد، استغفر الله العظيم. يا عمو أنا شو حكيت لك؟ يا عمي شو حكيت لك؟
ايش بدك؟ فهمني شو اعمل لك انا؟ تعمل دبب بيك وبشكالك يا اخي والله العظيم اقسم بالله. شو مالك يا زلمه؟ شو مالك؟ شو بدك تحكي معه؟ كيف تفاهموا معاه انتو؟ انا قد ابوك انا احترمني يا اخي. اتمنى انه يكون كذا الصوت كان واضح. كان واضح دكتور. واضح دكتور كان. تمام. هلا هي المحاضره هذه موجوده على التيمز وبرضه موجوده على اليوتيوب اللي هي او المقطع تاع الحاج احمد ب كل مره لازم نرجع نعمل كل هذا اللفه. فالمقطع كان موجود بالنسبه لنا انا النقطه تاع الحاج احمد. فشو هي البرنسبلز؟ انتوا برايكم هلا انت معرض انك تتعامل طبعا مع مرضى بهذا الموقف صح؟ ايش اللي بيصير معنا احنا؟ اللي بيصير انه انت بتتعامل مع عدد كبير من المرضى بشكل يومي. فبعد فتره انت كمان بتمل وبتتعب، انت بالاخر انسان. والمريض بالنسبه له انت بس الوحيد اللي موجود، فانت لازم تكون موجود كل شيء معاه بالنيدز بالاحتياجات اللي معاه، كل هذه الامور بتاخذها بعين الاعتبار. كمان احنا بصير في عنا شغلة كتير مهمة اللي هي الاكسبكتيشن تاعت المريض بتكون عالية. فإذا انتبهتوا انتوا بالفيديو هون الاكسبكتيشن تاعت المريض مثلا كانت تاعت الحج أحمد بالنسبة للنرس الموجود انه مثلا يفز يقوم يوقف له يقوم يعطيه صح؟ هلأ هذه كلها بتأثر على الهيلث كير نفسه وبتأثر على الادوكيشنال نيدز، وبدنا نعرف كيف احنا نتعامل معها لما نحط خطة للتعامل مع الاحتياجات تاعت الحاج أحمد. أنا المبادئ الأساسية تاعتها بهمنا التطبيق تاعتها، نعرف كيف بدنا نطبقها مش نحفظها. يعني أنا ما راح أجي أقول لك وما حدا حيجي يقول لك إيش يعني autonomy، يعني the right of self-determinants. ماشي أوكي، يعني الاستقلالية مثلا. أوكي so what، كيف يعني الاستقلالية؟ كيف يعني الاستقلالية؟ بدنا نحاول نفسرها إنه استقلالية القرار الصحي تاع المريض كانت بإيده، حتى لو كان الموضوع هذا بعمله harmful. هيك الإثيكس بيحكي، يعني المريض اللي هو لابد أن يتم علاجه من حقه أن يرفض العلاج. طيب مريض أنا ما بدي مثلا، مريض عندي أنا بدردن، مريض نايم على السرير طول الوقت، عرضة إنه يصير معه طرح سريري على حسب الستاندردز تاعت الكير لازم نعمله ريبوزيشن صح؟ تعرفوا كل كم لازم نعمله تغيير وضعية أو ريبوزيشن؟ كل ساعتين. ماشي كل ساعتين لازم نعمله تغيير. أجاك المريض قال لك يا عمي أنا ليلة لا تعمل، أنا عسان بدي أنام، وأنت بس تيجي تغير لي الوضعية أنا بصحى من النوم وبعدين بقعد نص ساعة تعرف أنام، بعدين يدوب بنام لي ساعة أنت جاي مرة ثانية لا تيجيش. يا عمي طب ما بصير معك برشر ألزر، يا عمي بدي يصير معك برشر ألزر. حقه في المستشفيات عندنا في الأردن إحنا بنوقع المريض على وراء اللي هي against medical advice اسمها، أو الـ AMA against medical advice، لكن هذا حق. فأنا مهم أن أفهم هذا الموضوع وأفهم أنه بعض القرارات الصحية الـ patient autonomous أنه يخدها. مثلا الدواء اللي لازم ينعطى 3 مرات في اليوم يا صبايا وشباب، الدواء اللي الدكتور او الاوردر تاعه كان انه 3 تايمز بير داي او كيو 8 اور، كم طريقه لتوزيع الادويه هذه؟ او ممكن ال 8 اور يبين مخنوق اكثر، خلينا نحكي مثلا هو كيو 12 اور. احنا في المستشفيات كيف بنوزعها حسب السماتس اللي هي ستاندرد ميديكيشن ريستوريشن تايم، كيف نوزعها كيف نعطيها للمرضى؟ يا اما 6 6 يا اما 8 8 صح، يا اما باخذ الدواء 6 الصبح 6 المساء او 8 الصبح 8 المساء. طيب أنا بالبيت ما بدي أخذ، بدي أخذها 12-12 أنا بسهر بالليل بأخذها 12-12 أو بدي أخذها 9-9، هذا autonomous، هذا autonomous decision حقه. ماشي. من البرنسبلز الثاني اللي بدنا نأخذها في عين الاعتبار اللي هي veracity أو truth telling، ما بيصير أكذب على المريض. إحنا في الكلتشر تاعتنا مرات بتشوف لكم المسلسلات المصرية أو المسلسلات السورية إنه لا لا قل له كويس أنت طمنه طمنه قل له كويس. طب يا عمي كيف أطمنه؟ هذا unethical unethical behavior بكون بالنسبة لك. طيب انا بالميديكيشن بدي اعمل ميديكيشن، طيب انا اجتني شركه الادويه مثلا وقالت لي اسمع هو في عندي انا بنادول وعندي انا ريفانين، احكي انه الريفانين احسن من البنادول، هو نفس الشيء من ناحيه التركيب الكيميائي بس احكي انه هذا احسن.
هذا ان إثيكال، لأنه في كمان تروث تيلينج. أنا الأصل إنه أنا دائما بستخدم المعلومات التروث لما أعطيها للمريض. وفي عندي كمان الكونفيدنشاليتي، الكونفيدنشاليتي تاعت الانفورميشن ريجاردينج تو المعلومات تاعت المريض، يعني اللي هي خصوصية واحتفاظ الخصوصية، وعندنا كثير أمثلة عليها. يعني مثلا أنا كثير لما كنت أدرب الطلاب مثلا هم طالعين في المصعد أو في الكاريدور كذا، بكون يحكوا اسم المريض والحالة تاعته، فهذه كلها إيش؟ unethical. طيب أنا في الإدوكيشن، في الإدوكيشنال بلان برضو كمان لازم أحافظ على الكونفيدنشاليتي تاعت المريض، أحافظ على الكونفيدنشاليتي as a practice، يعني بدي أعطي عليها إحنا أمثلة عليها. فمثال عليها مثلا إحنا خلينا نشوف مثلا هذه الحالة. حج أحمد fasting month of رمضان، بينما التعليمات مثلا كانت إنه خلينا نحكي هو إحنا يعني رمضان منيح هلا هون الجو، بس مثلا لما كان يجي رمضان شهر 7 والحج أحمد كان معاه acute renal failure، فهذا الأكيوت رينال فيلر أنا ما بقدر أمنعه عن السوائل لفترة طويلة، والدنيا حر كانت بشهر 7 إذا بتتذكروا لما كان يجي رمضان بالصيف. الحج أحمد رفض إنه يفطر، مش مقتنع هو إنه هو بده يفطر، هذه أوتونومي. هو الآن بيجي دوري أنا أغير قناعاته من الداخل، هذه اللي حنجي عليها في المرة الثانية اللي هي في الليرن. أنا كيف بدي أعمل أو كيف المخ تاع الإنسان بيشتغل، بس قبل ما أفهم كيف المخ نفسه بيشتغل، هذا المخ له حقوق وله ethical consideration. الآن عندي أنا بيطلع عندي بعض الأشياء اللي هي فيها ethical dilemma، زي أنواع المرضى نفسهم. يعني زي حكينا مثلا إحنا إنه في عندي أنا patients زي mental illness أو الكيدز. ونرجع للمثال تاعنا إحنا في الأردن، إذا كان البيشنت طفل وقاصر والولي عنه رافض الهيلث كير، من صلاحياتك تخبر الشؤون الاجتماعية والحكومة تتصرف معهم اللي هي حماية الأسرة وكذا، بحيث إنه في القانون ممكن إنه يسحب القاضي صلاحية من الأب أو من الوالدين ويعطيها لمصلحة الدولة أو مصلحة الحكومة، خصوصا في الأمور الصحية، بس مش إحنا اللي بنسحب الصلاحية. يعني أنا ما بقدر أعمل عملية بدون ما يكون في معه موافقة، إما بيكون موافقة الأبو مثلا في مثال أبندسايتس، أو بقرار من القاضي أو اللي هو المدعي العام أو الجهة القانونية. في كلا الأحوال إحنا بطلع لي أنا أن أنا أخبر أو أقرر إنه الشؤون الاجتماعية أو اللي هي family violence اللي هو حماية الأسرة على إنه البيشنت هذا بيحتاج كير، لكن القرار هذا الأوتونومي بتاعته بتكون جاي من البيشنت. صار في عندنا مشكلة كتير كبيرة إثيكالي في موضوع البانديميك وموضوع المطاعيم، وجزء أنتم لحقتوها ليه؟ لأنه صارت البنفيشيال والجستس صار في كونفليكت ما بين المبادئ الإثيكس نفسها. فمثلا موضوع النو هارم البنفيشيالز والجستس، طيب انا انت انا اخذت المطعوم وانا وضعي كويس، وانت ما كانش تاخذ المطعوم انت وضعك كويس، لكن لانك انت ما اخذتش المطعوم هذا الحكي اثر على حياتي واثر على الحظر واثر على كذا واثر على حياه كبار السن والى اخره. فهذا كمان كلها هذه من الايثيكال ديليما اللي احنا نحتاج انه لازم نفكر فيها بشكل اكثر. infectious disease outbreak are often periods of great uncertainty, fear and mistrust. Communities most affected by disease outbreaks often have few medicines, health workers and vaccines. برضو هذه الفيديوهات انا اقول كلها حملت لكم اياها، حتى هذا كمان المثال اتمنى انكم تطلعوا عليه. الامثله هذه كلها لازم تكون موجوده عندكم. Many bioethicists have found it helpful to draw a certain basic under وكلها عشان تدور حوالين الإثيكال أسبيكتس تاعتها. الآن أنا في عندي مصطلحين مهمة فرق بينهم اللي هي نيجليجنس والمال براكتس، وراح نرجع برضو بآخر الكورس نحكي عنهم مرة تانية. النيجليجنس بمعنى الإهمال والمال براكتس بمعنى سوء الممارسة. نيجليجنس تيجي إنه أنت بتعمل خطأ لكن هذا الخطأ أنت مش مرخص أصلا أنك تعمله من البداية. المال براكتس أنت معك صلاحية لكن مارست هاي الصلاحية بشكل خاطئ، والإثيكس بار تاعتها والإثيكال كومبيتنسز والموقف اللي صار معي أنا شخصياً في القدر. السلام عليكم ورحمة كلكم. السلام عليكم. وهذا مثال مثلاً لو حكينا على الحج أحمد كيف رح نتعامل معاه في هذه الظروف.
بالنسبة لبعض الأشياء الترمينولوجيز الفاينانشال ترمينولوجيز طبعاً هي في الكتاب شوي معجقة، اللي حاب تقرأها من الكتاب الدايركت كوست والفيكست كوست. كانت الفكرة كلها دايرة على إنه بس نعطيكم شوية برينسيبلز على الإيكونومي على الاقتصاديات الصحة، وبالتالي إيش إنه أنا لما أعمل إدوكيشن أنا بستخدم من الريسورسز، فأنه أحسن أروح أعمل إدوكيشن ولا أروح أعطي للمريض تريتمنت، وكيف بدي أوازن بين التنتين، أني واحدة أتحرك على التانية. فأنا جمعت لكم بعض الأشياء وفيها تفصيلات من كورسات تانية كانت عن Health Economics عشان بس أجاوب لكم هذا السؤال حتى نوصل لأنه القرار اللي إحنا هنعمله بناء على الكوست بنفيت والكوست إفكتيفنس. أنا أجيت على المستشفى وأعطيتك 1000 دينار وقلت لك معك 1000 دينار وعندك 20 مريض ديابيتك، يلا شوف بدك تعمل. أنت حيكون في عندك conflict إنه أنا بدي أعمل education عشان أخفف إنه المريض هذا ما يدفع المستشفى يصير معه complication، نفس الوقت أنا لازم أعطيه الأدوية وإلا يعني شو استفدنا ولازم. فهي هذه كلها الموازنات، هذه اسمها اقتصادية الصحة، وأنا جمعت لكم إياها في أكثر من فيديو مع بعض. وأتمنى إنه الآن في حد عنده سؤال أو استفسار. دكتور تفضل. بس لو سمحت بعت لك مسج على الشات إذا ممكن تقرأه. مو مبين عندي شيء أنا يا عبد. دكتور ما وصلك يعني؟ ما مش مبين عندي إنه في شيء. استنى أشوف والله هيك. فهمت نفسه. لا ما في شيء، ما في شيء مبين. أنا أوريدي حاطة مسكرة عندي. يمكن عشان مش المسج اللي بالكول، لا الشات العادية. يعني اللي بدون حاضر ماشي ماشي ولا يهمك. إذا هاي موجود أنا عادة ما بنزل أي ريكورد إلا ما عمل عليه إديت يعني أو كذا، فإذا في شيء بنتبه ما بين عندي إشي هون. تمام. في حدا تاني عنده سؤال أو استفسار؟ في حدا عنده سؤال شباب صبايا؟ طيب. لا تزال فاشي دكتور. الله يعافيك. هلا عشان يكون عندكم بس أنتم بالصورة، إحنا شوي كان لازم اليوم ليكون بداية الأسايمنت، لكن هيك أنتم أجت من حظكم. بعد ما نخلص الليرنينج حيكون في عندكم أسايمنت. خلص نحكي على السايمنت بعدين، أنا مش نسيب بينكم قبل الإفطار، راحت للأسبوع الجاي. لازم نخلصنا محاضرة الليرنينج بعدين حيكون في عندكم السايمنت. بس السايمنت اللي عندنا إحنا إيش بسموه بير ريفيو، يعني كل واحد فيكم راح يخلي حدا صديقه يصلح له السايمنت، بعدين بتسلمني إياها هي وصديق وتصليح صديقك، يعني التنتين مع بعض. فخلص نحكي عنه إن شاء الله المرة الجاي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. ونتمنى إن شاء الله من الجميع صياما مقبولا وإفطارا شهيا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.